أهل الحوزة العلمية والعلماء والمجتهدون كلهم شيعة، كلهم من محبي أمير المؤمنين عليه السلام ويبكون للحسين عليه السلام، وإنهم إخوتنا ونحترمهم، إنهم قد بيضوا لحاهم، شابوا لحاهم في حب أهل البيت عليهم السلام، فلأجل ذلك احترامهم واجب إخوتنا. فأرجو منكم أن تبينوا لهم أخطاءهم، ولكن لا نريد الفتنة بين الشيعة، ولا نريد اللعنة والسب والشتمة لأمر إنهم أخطأوا فيها. إنهم إخواننا زلوا وأخطأوا ولم يفهموا شيئا، نحن فهمنا إن شاء الله، وهم إخوتنا وهم سادتنا، ونحن لا نقول إنهم ونسبهم ونشتمهم.